أريدك أن تتخيل لو أن الفيروس الذي يدخل الجسد ويمرض الجسم، يعني لو أمكنه أن يقف أمامك وأن تقاتله، هل تعرف كيف سيكون حجمه بالنسبة إليك؟ إنه تقريبا يساوي ما لو أن الكرة الصغيرة، يعني كرة المشاهدة في أبراج الكويت، قررت أن تحارب كوكب الأرض بأكمله. كيف سيكون حجمها بالنسبة لحجم كوكب الأرض؟ هل أن يكون شكلها مضحكا؟ هذا هو تقريبا حجم الفيروس بالنسبة لقبضة يدك فقط، قبضة اليد، وليس إلى كل جسمك حتى، فهو لا شيء بالنسبة لك. هذا كوكب الأرض، انظر إلى الشمس بالنسبة للأرض، أرأيت كيف أن الأرض صغيرة بالنسبة للشمس؟ الشمس تعادل في حجمها 109 كرات أرضية بالحجم. هذا النجم الأزرق هو الشعرى المذكور بالقرآن، قال تعالى وأنه هو رب الشعرى، يبعد عن الأرض أكثر من 8 ملايين سنين ضوئية، حجمه ضعف حجم الشمس. هذا نجم آخر، هذا نجم آخر اسمه رأس التوأم، شدة ضيائه أشد من ضياء الشمس 32 مرة، وحجمه 9 ضعاف الشمس. ثم انظر، هذا نجم آخر موجود في مجرة، انظر إلى حجمه بالنسبة لمن قبله، حجمه 22 ضعفا من حجم الشمس. ثم نجم أكبر، ثم نجم أكبر، وهكذا. سبحان الله، انظر إلى هذا، هذا النجم اسمه قلب العقرب، لو افترضنا أنه في موقع الشمس لكان قد ابتلع عطارد والزهرة والأرض والمريخ. ثم نجم أكبر منه، سبحان الله، هذا النجم مثلا أكبر من الأرض 100,000 مرة. تخيل، تخيل كل هذه النجوم فقط في مجرتنا، مجرة درب التبانة. هناك مجرات كثيرة في هذا الكون، عددها مع نجومها يساوي عدد الرمل الموجود على الكوكب كله. كل هذا فقط تحت السماء الدنيا، فقط تحت السماء الدنيا. السماء الثانية أعظم السماء الدنيا، السماء الثالثة أعظم الثانية، والرابعة، الخامسة أعظم سماء هي السماء السابعة. تخيل كل هذا تحت الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وفوق الكرسي العرش. سؤال، هل عرفت من هو الذي فوق هذا العرش؟ العرش أكبر مخلوق في الكون، هل عرفت من هو الذي فوق العرش؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله، جليل عظيم. في بداية اكتشاف الطائرات المقاتلة لتقصف وتضرب، يعني كانت الشعوب تخاف من هذا الشيء الجديد، اكتشاف جديد في الحرب ما اعتاده الناس. فقالوا لأحد المسلمين وهو صاحب إيمان قوي، قالوا إن الأعداء لديهم أشياء تسمى الطائرات، تطير وتقصف وتقتل، ألا تقلق؟ فسألهم، قال هذه الطائرات لتطير، تطير فوق العرش أم تحت العرش؟ قال طبعا تحت العرش. قال إذا كان معنا من هو فوق العرش فلن يضرنا من هم تحته. الله أكبر. إذا أردت أن تعرف من الذي يحميك في الأرض، فيجب أولا أن تعرف من هو إلهك الذي في السماء. إلهنا الذي كنا طوال هذه السنوات نعبده لتعلقت قلوبنا به، فماذا تعرف عن الله؟ والله، والله لما عرفنا الله تبارك وتعالى وأنه بهذا الوصف وبهذه العظمة والجلال أحببنا واطمأننا إليه، وارتاحت قلوبنا إلى ذكره وشكره وحسن عبادته والصبر على قضائه وقدره، فلا شيء أحب إلينا منه. كلمه، كلم الله، ادعه لكي يخفف الابتلاء ويكشفه، فإنه دائما هو الوحيد الذي يعطينا ويسقينا ويكفينا، وإذا مرضنا فإنه هو الذي يشفينا. إن هذا الابتلاء سينتهي، سوف ينتهي، سوف ينتهي، سينتهي تماما ولن يبقى منه شيء. كيف عرفت؟ هو عودنا سبحانه، عودنا ربنا في كل مشكلة مرت علينا في حياتنا أنه هو الذي ينهيها، وفوق ذلك يأجرنا ويكرمنا. فما عاد الابتلاء ابتلاء، بل صار الابتلاء عطاء، وأحلى عطاء هو عطاء فاطر الأرض والسماء. فتوقف عن القلق والهلع والخوف. طيب ما هو المطلوب مني؟ المطلوب منك شيئا،
أولا تجمل لله في البلاء، يعني زين قلبك لله كما تزين وجهك وثياب، زين قلبك لله. كيف؟ انتبه معي الآن. رأيت لو أن شرطيا كان يلاحقك فدخلت بالخطأ على بوابة سور وأغلقت البوابة والشرطي بالخارج، نظرت فإذا هو قصر الملك، وإذا الملك بنفسه يتمشى بالساحة، فقال لك ما لك يا بني؟ فقلت شرطي يلاحقني، يعني أخشى أن يظلمني أو يسجنني. ابتسم الملك وقال لك لا تخف، أنت عندي الآن، وأمر أن يقول للشرطي ارجع. وقال لك الملك تعال تغدى معنا، جلست على السفرة ويعني والملك معك، لكنك جلست قلقا مضطربا لا تأكل جيدا. فقال لك الملك ما الذي بك؟ فقلت أنا لا أزال غير مطمئن. بالله عليك هنا والله ألا يحق للملك أن يغضب عليك؟ بلى والله، لأن هذا سوء ظن بالملك وبسلطته، هو قال لك أنت عندي وفي حمايتي وأنا أكفيك، إذا انتهى، لماذا القلق؟ ولله المثل الأعلى، قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن فليكن مظهرنا أمام الله في البلاء جميلا، اجعل قلبك يلبس ثوب التوكل، يعني ثوب جميل، يلبس ثوب الرضا، الثوب الحسن هذا، فإن الله يحب أن يراك هكذا واثقا به، معتمدا عليه، متوكلا عليه، مطمئنا به، وكأنه عطاء وليس ببلاء. فزين قلبك لله، أظهر أحسن ما عندك، هذا هو المطلوب الأول. قد يقول قائل يعني هذا ما يعني أن لا أبذل أسباب، يعني ما أفعل شيء ولا لا لا لا. طبعا الناس على أقسام ثلاثة، طرفان ووسط. الطرف الأول قلبه مطمئن بالله ولكنه فهم الدين خطأ، أصبح لا يأخذ احتياطاته ولا يبتعد عن المرض ولا يبقى في بيتي، لا يهتم بإحضار حاجاته ولا فعل أي شيء، ويقول أنا مطمئن بالله. لا، هذا خطأ. القسم الثاني العكس، يبذل الأسباب ويعالج المرض ويبتعد على العدوى ويحمي نفسه عن كل خطر، لكن يعني دائما قلق مضطرب، قلبه قلق، سبحان الله، قلبه على عكس قلب صاحبنا الأول، فهو دائما خائف ومتعلق بالأسباب. طيب من هو الذي على صواب؟ لا هذا ولا ذاك. صاحب القسم الثالث هو الذي على صواب. من هو؟ هو الذي جمع بين قلب صاحب القسم الأول يعني اللي مطمئن وعمل صاحب القسم الثاني الذي يأخذ احتياطاته، بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي سأله أعقل دابتي يعني أربطها أم أتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل، فافعل كل ما تقدر لتحمي نفسك وتعالج جسدك وتخرج نفسك من الابتلاء هذا، لكن مهما حدث فإن قلبك دائما مرتاح مطمئن لربك وأنت في أفضل أحوالك. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنت تعرف الله، تعرفه سبحانه، تعرفه تمام المعرفة. أنت لست في أول سنة عبادة، هذه ليست أول سنة تعبد الله تبارك وتعالى فيها، أنت منذ سنوات وأنت تعبده وتتوكل عليه. أصلا والله ما عرفنا غيره سبحانه، ما لنا غير الله، ما لنا غيره سبحانه، لا يوجد عندنا رب سواه ولا إله غيره. وحتى لو زاد الابتلاء فلن نقلق، حتى لو خافت شعوب الأرض كلها فلن نخاف، لأن الذي بيده الصحة والمرض والغنى والفقر وكل شيء هو نفسه الذي أمرنا ألا نقلق. إذن ببساطة نقلق. مرة من المرات حدثت عاصفة بالبحر وفيها سفينة قل ركاب يعني، فلعبت الأمواج بها، خافوا قلقوا. سفينة الركاب عبارة عن غرف، فلما اشتدت العاصفة جاءت إحدى النساء تركض إلى غرفتها لتطمئن على زوجها. تعرفون كيف وجدته؟ وجدته جالس على الكرسي مرتاح يقرأ كتاب ويقطع تفاح ويأكل. قالت عجيب أمرك، الناس كلهم في خوف وقلق إلا أنت. قال لماذا أقلق؟ قالت عاصفة. فأخذ السكينة بيده ووقف عند زوجته وسألها، قال ألا تخافين مني؟ قالت لماذا أخاف منك؟ قال زوجة بيده سكينة. قالت الزوجة لن يحدث لي مكروه، السكينة بيد الشخص الذي أحبه. فقال الزوج ولن يحصل لنا إلا الخيرة، فإن العاصفة بيد الإله الذي نحبه سبحانه. قال تعالى قل إن الأمر كله لله،